إذن لمتابعة تطورات المشهد السياسي والدبلوماسي في فلسطين في ظل حديث عن عملية عسكرية للاحتلال في رفح وأبعاد هذا الأمر، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور مأمون أبو عامر، وعبر سكايب من ستوكهولم الكاتب والباحث السياسي عدنان أبو شقرة. مرحبا بكما دكتور مأمون. أبدأ معكم، في ظل حديث عن ترتيبات للاحتلال لعملية عسكرية في مدينة رفح على الرغم من التحذيرات الدولية من وقوع مجزرة بعد اكتظاظ المدينة بالنازحين، ولكن السؤال الذي يطرح هنا، يعني ما هدف الاحتلال من عملية عسكرية في رفح؟ ما الذي يريده من وراء كل ذلك؟ بداية تحية لك حياك الله دكتور كريم. العملية العسكرية في رفح هي جزء من عملية كلية بدأ بها الاحتلال تحت مسمى القضاء على المقاومة. نعم. وبالتالي بالمفهوم العام هي استمرار العملية العسكرية. لكن هناك يعني رفح لها ميزات خاصة في هذا المجال، وهي أن رفح هي المنطقة التي اعتبرت منطقة الإنسانية أو المنطقة الآمنة أو أكثر أمانا في قطاع غزة. نعم. واليوم وجه الاحتلال الجمهور أهل قطاع غزة بأغلبيتهم إلى هذه المنطقة، واليوم هي تستعد لشن الهجوم عليه. وبالتالي اكتسبت هذه المسألة مسألة مهمة جدا في الرأي العام العالمي. ثاني مسألة وهي أن رفح هي بلدة حدودية. هذا له معنيين هذا الأمر. المعنى الأول قد يكون الهدف هو الضغط على السكان للدفاع باتجاه مصر وتحقيق الأهداف الإسرائيلية بترحيل السكان عن قطاع غزة وإجبارهم على الخروج بالقصف والقتل والذبح والتجويع. الخيار الآخر هو السيطرة على الحدود باعتبار أن الاحتلال يدعي أن الحدود هي أحد مصادر التسليح في قطاع غزة، بالرغم أن التقارير الدولية والتحقيقات الاستخباراتية أكدت أن 90% من سلاح المقاومة تم تصنيعه في غزة ولم يأتي من الخارج. نعم، بالتالي رفح تكتسب يعني هذا الآفاق أنه أن أهميتها الاستراتيجية في هذا الموضوع حسب الدعاية الإسرائيلية. في جانب آخر، جانب سياسي، أن نتنياهو يريد أن يبقى أن يرفع مستوى الحديث أنه تحدى العالم وقام بعملية عسكرية، وبالتالي هو يريد أن يحقق مكتسبات سياسية داخلية ولا يهمه النتائج المترتبة على هذه العملية. يعني عملية رفح لن تغير كثيرا في معادلة القوة في قطاع غزة. الاحتلال يدعي أنه قام بتصفية 18 كتيبة من 24 ثلثين قوات حماس، وبالتالي ماذا يعني ماذا تعني بقاء 6 فرق او في داخل في لحسم هذا المشهد يعني. لذلك هو يرفع هذه الوتيره ويصطنع الضجيج في هذا الامر لتحقيق مكاسب سياسيه بانه حاسم وانه يريد ان يحقق الانتصار على حركه حماس وبكل ثمن. هذه طبعا التي يمكن نتحدث عنها هي اسباب اهميتها. طيب. على المستوى العالمي لماذا مهمه؟ هي المستوى عالميا اكتسبت رفح يعني بسيطا وحدثا كبيرا في بالنسبه الى موضوع الوضع الانساني الموجود فيها، حوالي اكثر من 3 مليون، حوالي اكثر من مليون لاجئ فيها، وهذا يعني يشكل ضغط كبير على المجتمع الدولي وفضيحه اخلاقيه في ظل المعطيات الحاليه التي الاحتلال خاصة الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدعي أن الاحتلال يتخذ إجراءات نموذجية ولا سابق لها في الحفاظ على المدنيين، واليوم يبعثهم على هذه المنطقة للقتل والذبح. أستاذ عدنان، مرحبا بكم من جديد. في ضوء ما تحدث وذكر الدكتور مأمون أبو عامر، نتنياهو صرح بأن قواته ستفتح ممرا آمنا للمدنيين في حال بدأت عملية في مدينة رفح. هذا التصريح كيف نفسره، وأيضا ما هي تداعياته؟ لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين،
والرحمة لشهداء فلسطين والعافية لجرحى فلسطين والحرية لأسرى فلسطين والنصر لمقاومة فلسطين. نتنياهو يعتبر أن موضوع رفح أو اقتحام مدينة رفح هي الطلقة الأخيرة لكي يبرر للشعب الإسرائيلي بأنه حقق انتصارا. نحن نعرف أنه منذ بداية الحرب قال أن قيادة حركة حماس والأسرى موجودين في قطاع غزة في مدينة غزة، تم احتلال غزة وتدميرها، ثم انتقل وقال لا، أنه يبدو أنهم موجودين في خان يونس، خصوصا أن هناك قيادة حركة حماس، ولم يستطع أن يجد شيء. لا الأسرى حرروا ولا قيادة حماس تم الوصول إليها، ولكن يبدو أن الطلقة الأخيرة في جعبته هي مدينة رفح. الآن يدعي أن قيادة حماس والأسرى موجودين في مدينة رفح. أظن أن هذه وسيلة من وسائله للوصول أخيرا إلى العودة إلى ما قالته المقاومة منذ البداية، أنه لن يتم تحرير أي أسير صهيوني إلا بعد وقف العدوان وبشروط المقاومة الفلسطينية. نتنياهو يقول أنه سيريد أن يفتح ممر آمنا. السؤال هو هل إلى شمال قطاع غزة، إلى خان يونس وغزة؟ نحن نرى أن لا زالت المعارك في خان يونس. هم قالوا أنهم لا يريدوا السماح لأهل الجنوب أو أهل غزة أن يعودوا إلى بيوتهم، يعني ما يريده الكيان الصهيوني هو إعادة تهجيرهم إلى مصر، وهذا كان المشروع منذ البداية. يعني عندما تحدث الصهاينة الأوائل أن فلسطين هي أرض بلا شعب، إلى شعب بلا أرض، هم يعرفوا أن هناك كان شعب، ولكن كان المخطط الأساسي منذ البداية هو تهجير الشعب الفلسطيني من الأرض حتى تصبح أرض بلا شعب. يعني نتنياهو يستطيع أن يقول ما يريد، ولكن يبدو من خلال كل هذه يعني بعد 5 أشهر من الحرب على قطاع غزة أن لا زالت المقاومة هي التي تفرض إيقاع هذه المعركة، وأن كل ما يعد به نتنياهو شعبه لم يتم تحقيقه. يعني نحن نجب أن لا ننسى كذلك أن الأزمة السياسية التي تعصف بالكيان سواء بالبعد العسكري، ونحن نرى أن هناك جنرالات تحذر نتنياهو من الدخول إلى رفح وأن هذه العملية تتطلب ترتيبات كبيرة، وبين الجناح الصهيوني المتدين الذي يريد الدخول إلى غزة وتهجير أهلها، وهنالك كذلك جزء من المجلس العسكري الذي يرى أن هذه الحرب يجب أن يعترف المرء بأن هذه الحرب لم تحقق أهدافها، وأن الهدف الأساسي لهذه الآن يجب أن يكون كما قال غانز هو إعادة الأسرى الإسرائيليين باتفاق مع المقاومة الفلسطينية. وكانت المقاومة الفلسطينية، يعني نحن نعرف بعد الاتفاق الإطار في باريس وضعت بعض الشروط، يعني هي كانت شروط في جزء منها تكتيكي وجزء منها استراتيجي، يعني هي خفضت عدد الأسرى الفلسطينيين، ولكن كانت حريصة أن يكون هناك على الأقل، إذا لم يكن هناك وقف دائم لإطلاق النار، على الأقل أن يكون وقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر يتخلل مفاوضات على الأسرى سواء الذين كانوا دون السن أو الكبار بالعمر، إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، البدء بالإعمار، إدخال الكرفانات والخيام لأهل غزة. يعني ولكن يبدو أن الأمر لا زال قيد التخطيط عند الكيان الصهيوني. هم يعرفوا أن التبعات ستكون كارثية على الكيان، وكذلك للأسف ستكون كارثية على الفلسطينيين الموجودين في قطاع موجودين في رفح، خصوصا أن الكثافة السكانية تصل الآن إلى أكثر من 25,000 نسمة للكيلومتر المربع الواحد. طيب. دكتور مأمون، على ذكر الضغوط وأنتم تفضلتم في ذلك وذكرتم أن هناك ضغوطا تمارس ربما على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام، ولكن لو نتوقف عند هذه النقطة، هناك حديث عن عملية عسكرية في رفح، ولكن هناك من يقول أن هذه العملية هي وسيلة للضغط على المقاومة كي ترضخ وبالتالي تتراجع عن ردها على مبادرة باريس. ما مدى منطقية ومقبولية ذلك؟ هذا تصريح القيادة العسكرية الإسرائيلية لنتنياهو ووزير الدفاع وكل من حوله من يسير بهذا النهج، يعني يتحدثون عن أن العملية العسكرية هي إن لم تجلب الأسرى ستخفف من أكمام
الصفقة، وبالتالي هم يبرروا العملية العسكرية بهذا الاتجاه، وبالتالي أن هذا التصريح يعني ينقض الواقع العملياتي. منذ العملية البرية لم ينجح الجيش الإسرائيلي في تحقيق إفراج عن أسير واحد سوى التي قيل أنها في أول يوم، وبالتالي كل العملية التي جرت أدت إلى مقتل عدد من الأسرى. كان آخرهم اليوم أعلن القسام عن مقتل 2 من الأسرى، وأصاب 8 بجراح خطيرة، وأن حياتهم معرضة للخطر بسبب الظروف الميدانية وعدم المستشفيات محاصرة، وكل الوصول إليها صعب جدا، وبالتالي تم معالجتهم ميدانيا. سيكون يعني تحمل نتنياهو مسؤولية هذا الموقف. لذلك الحديث بهذا الموضوع بهذه الآلية غير منطقي، ولم يثبت طوال 127 يوم الماضية أنه حقق إنجازا عمليا يعني في الميدان حتى يأتي اليوم ليحقق هذا الإنجاز. والدليل على ذلك أن صفقة التبادل الأولى لم تحدث نتيجة، كانت في بداية الأيام الأولى ولم تأتي هي أصلا من نتيجة يعني ضغط عسكري، بل هي نتيجة مبادرة قبل يعني منذ اليوم الثاني لأحداث 7 أكتوبر أو عام الطوفان. المقاومة عرضت هؤلاء المدنيين من أجل تسليمهم والانتهاء من ملفين، لكن الاحتلال يعني حاول يوظف هذا الأمر لصالحه، ويدعي أن العملية عملية التبادل جاءت نتيجة ضغط العسكري الإسرائيلي وليس يعني بكرم من المقاومة. هذا طبعا يعني التلاعب السياسي فعل الجمهور الإسرائيلي والتحشيد الشعبوي من أجل تحقيق مكاسب سياسية هو سيد الموقف. هذا طبعا يعني هذا الموقف مكشوف حتى عالميا، والصحافة الأمريكية تكتب بصريح عبارة أن في الإدارة الأمريكية يفهمون أن نتنياهو يتعنت في وصول الصفقة، ويدعي أنه نفذ العملية من أجل الصفقة يعني ليس من أجل تحقيق إفراج عن الأسرى، بل هي تحقيق مكاسب سياسية خاصة به وليس لتحقيق إنجاز في هذا المجال. أستاذ عدنان، حركة حماس صرحت بأنه أي عملية عسكرية على رفح يعني نسف مفاوضات التبادل مع الاحتلال، المقاومة من جديد ترمي بالكرة في ملعب الاحتلال. صحيح، وهذا مما يشكل ضغط كبير على نتنياهو. يعني نتنياهو هو يعاني من أزمات متعددة وأزمات مرتبة، يعني نحن نعرف حاليا الخلاف بين التيار الديني والتيار العلماني داخل الكيان الصهيوني، نحن نلاحظ أن هناك خلاف بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية، نلاحظ حتى في خلال القيادة العسكرية هناك خلافات على اليوم ما بعد النهاية كما هم يروها. نتنياهو هو يتحدث عن أن هذا الخيار سيكون هو الأخير لأنه سيقضي على المقاومة الفلسطينية. يعني بكل خلال حرب طوفان الأقصى نحن لاحظنا أن الذي كان يحدد إيقاع هذه المفاوضات كانت المقاومة الفلسطينية. يعني لاحظنا أن عندما قالت المقاومة الفلسطينية سنبدأ بالمفاوضات لإخراج المرضى والبعض من هؤلاء الأسرى، تمت بشروط المقاومة الفلسطينية وتمت حتى بداخل مدينة غزة. يعني عندما تقول المقاومة أنه لن يكون هناك تفاوض، نحن نعرف أنه لن يكون هناك تفاوض، ولذلك لاحظنا حتى بلينكين كان حريص على أن لا تنتهي هذه المفاوضات، وقال أن هناك بعض الأمور الإيجابية ولكن نستطيع أن نعمل على الباقي. نتنياهو يحارب من أجل مستقبله السياسي، ولكن يجب أن لا ننسى أن نتنياهو له خلفية كذلك متطرفة. يعني هو من الداعين لطبع الشعب الفلسطيني، هو من الذين دعوا إلى عدم إعطاء الفلسطينيين أي دولة. يبقى على المقاومة أن تستمر في موقعها وتحدد هذا الإيقاع. المقاومة الفلسطينية منذ البداية أثبتت مصداقيتها حتى عند الشارع الصهيوني. يعني لو نظرنا إلى الصحافة الصهيونية ترى أنها تصدق المقاومة الفلسطينية عندما تتحدث عن الأسرى الصهاينة أكثر مما تصدق الحكومة الإسرائيلية. فأظن أن المقاومة الفلسطينية إذا لم تقبل فقط بالشروط التي كانت موجودة، أظن أنها سترفع سقف الشروط
أكثر مما لا يريده نتنياهو. نتنياهو كما تفضل ضيفك وكما تفضل، هو يريد من خلال الضغط على مدينة رفح أن يجبر المقاومة على أن تتنازل عن بعض النقاط وأن تتراجع في موقفها، ولكن أظن أن هذا سيزيد من إصرار المقاومة وأنها لن تقبل. يعني هي التزمت بكلمة منذ البداية أنه لن نقبل بما يطرح الكيان الصهيوني إلا ضمن الشروط التي نوافق عليها والتي فيها مصلحة شعبنا الفلسطيني. كانت تتراجع المقاومة في بعض الأحيان من ناحية تكتيكية، مثلا عندما طالبوا بالبداية بتبييض جميع السجون الصهيونية، الآن نزلوا العدد أقل. المقاومة حريصة على شعبها، ولذلك إذا كان هناك بعض التنازلات من المقاومة ليس لضعف المقاومة ولكن حرصا على الشعب الفلسطيني الذي يعاني بطريقة لا إنسانية من عمليات تهجير وقتل وتشريد على يد الكيان الصهيوني والتعرض إلى إبادة جماعية. دكتور مأمون، الضغوط التي تمارس على حكومة نتنياهو واضحة تماما، وذلك من خلال خروج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين. إلى أي اتجاه يمثل ضغطهم، لاستمرار أم لإنهاء الحرب دكتور؟ هذا المشهد يعني ملتبس نوعا ما في هذه المرحلة. نعم. المشهد الشعبي فيه محورين أساسيين، محور مع الصفقة ومحور ضد الصفقة، وهذا المحور ضد الصفقة هو على يمين نتنياهو، وهو نتنياهو يحرض هذا التيار من ويدعم هذا التوجه ويحرض على التيار الآخر. ويعني لأول مرة أن رئيس الوزراء يقوم بحشد يعني تقسيم الشعب وحشد ضد بعضه البعض، وهذا أدى إلى يعني صدمات وعنف في بعض المشاهد، سواء عرف كلامي أو في حتى هناك قنوات إعلامية مخصصة للهجوم على ذوي الأسرى الذين يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم ويتهمونهم بأنهم يخدمون حركة حماس. هذا طبعا كان يعني تجاوز خطير يقسم المجتمع ويفتت وحدة المجتمع الإسرائيلي ما بين يعني بمعنى وصول إلى اتهام بالخيانة. التيار الآخر وهو قد يشكل أغلبية في الشارع بالمناسبة يدعو إلى الصفقة، لكن هذا منقسم على نفسه أيضا، وهناك من يرى أنه مستعد للدفع بصفقة شاملة من أجل يعني مهما كانت الثمن والذهاب إلى هذه الصفقة لإفراج عن أبنائهم ومستعد يذهب بعيدا في هذا الموضوع، وهناك من يرى أنه مستعد أن يذهب إلى حدود معينة بحيث أن لا يؤثر ذلك على استمرار العملية العسكرية، وهذا طبعا يعني يحبط نوعا ما قدرة الجمهور المؤيد للصفقة من إمكانية استمرار الضغط والتأثير بشكل قوي على حكومة نتنياهو. نعم. حاقد استطلاع للرأي نشر اليوم في القناة الثانية عشر قال إن 51% من الإسرائيليين مع الصفقة، وهناك حوالي نسبة فوق حوالي 24-25 ضد الصفقة، وهناك يعني رأيهم غير واضح. لذلك المشكلة الآن أن الجمهور الإسرائيلي الآن لحتى اللحظة الداعم للصفقة لم يشكل قوة ضاغطة بشكل كافي، أو ما نسميه مثلا ازياء الكتلة الحرجة التي تفجر الموقف، وهذا لحتى الآن لم يحدث في الشارع الإسرائيلي. ولذلك نتنياهو يناور في هذه المسافة وهذا المدى بحيث أن يوظف خطاب الطرف الآخر بأنه يمثل الرأي الشعبي وأنه يستمع إليه، وما يأخذ في عين الاعتبار أن موضوع الصفقة. ولذلك الحديث الآن في أوساط ذوي الأسرى أن نتنياهو أصلا موضوع الصفقة ليس في باله، وأنه يدعي أنه مع الصفقة. لذلك هذا الأمر حتى الآن بدون أن يتحرك ذوي الأسرى بحركة وقوة، لا أعتقد أنه سيجبر نتنياهو على هذا الأمر إلا إذا وجد نتنياهو أن من مصلحته الذهاب إلى الصفقة ولتغيير المشهد الحالي، وهذا قد يكون مرتبط أيضا بالعوامل الخارجية التي يمكن أن تكون مفاعيلها لا تقل أهمية عن المفاعيل الداخلية. عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور مأمون أبو عامر، وكان معنا أيضا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب والباحث السياسي عدنان أبو شقرة. شكرا جزيلا.